بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله سنشرح طريقة حجز الفنادق عن طريق الموقع الشهير Hotels Companion. بداية نقوم بالتسجيل إما عن طريق الحساب في الفيسبوك أو البريد الإلكتروني، ومن ثم ستظهر لنا قائمة باللغة التي نريد البحث بها والعملة التي نريدها. في هذه الخانة سنضع المدينة أو الدولة أو فندق محدد نريد الإقامة فيه، وهنا سنضع تاريخ الوصول وتاريخ المغادرة، هنا عدد الأشخاص الذين سيقيمون في الفندق، ثم نضغط على زر ابحث. ستظهر لنا الآن قائمة بالعديد من المواقع والفنادق، سنقوم باختيار فندق محدد. ستظهر لنا الآن قائمة بكل ما يتعلق بهذا الفندق من أسعار وعدد الغرف ومميزات وخدمات التي سيوفرها هذا الفندق. سنختار حجز مباشرة. سيقوم الآن الموقع بتحويلنا إلى الفندق لكي نحجز مباشرة. ستظهر لنا نوع الغرفة التي اخترناها مسبقا، وهنا معلومات إضافية إذا أردنا التعرف على المزيد من الخدمات في هذا الفندق. وعند الموافقة سنضغط على احجز الآن. وهنا سنضع المعلومات الخاصة لإتمام الإجراءات. البريد الإلكتروني، ولا بد أن يكون البريد الإلكتروني صالح ومستخدم. هنا تفكيك البريد. ستظهر هنا المعلومات عن الغرفة واسم المضيف وكل ما يتعلق. هنا سنختار الأشخاص، من ثم سنضغط على التالي. هنا سنضع العنوان الذي نقيم الآن فيه. ولا يشترط وضع البريد الإلكتروني، رقم الهاتف ضروري أيضا. ميزة هذا الفندق أن الدفع سيكون عند الإقامة في الفندق وليس عن طريق الفيزا، لأن هناك مواقع أخرى تحتاج إلى فيزا وهذا لا يحتاج. هنا سنذهب إلى تأكيد الحجز. هنا ستظهر لنا قائمة بأنه تم تأكيد الحجز وأنه تم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني
بهذه الغرفة التي قمنا بحجزها. هذا كل شيء عن هذا البرنامج. طريقة الحجز جدا سهلة وسريعة وآمنة ومضمونة. أيضا لا نحتاج إلى فيزا لتسجيل في هذا الموقع أو الحجز عند الدفع. بإمكاننا الدفع مباشرة عند الذهاب إلى الفندق. هذا كل شيء. أتمنى من الجميع أن يستفيد من هذا الموقع الجميل الذي سنستفيد منه ونوفر تكاليف الذهاب إلى مكاتب الشحن والدفع بمبالغ طائلة. وشكرا لكم على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.